السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله كاع راكم بخير. اليوم انا في سيدي بلعباس، جيت عند ميمتي وبا وخوتي ونسى خوتي ولاد خوتي، كاع راهم دايرين بيا الحمد لله يا ربي على النعمه تاع لي وحدي تلم على العائله تاع هدي. جيت هيا بنات خويا قال لك نبسس، شوفوا واش عجبوا لي سميد اليوم، غادي ما نجي نكمله حتى نكمل. شحال سميد؟ 2 كيلو ورطن. شوفوا تبارك الله شروه لي ما شاء الله. ها هو لا والملح نبسس العادي تاع الطاجين، وندير معاه كاس تاع الزيت، غادي نبسه مليح مليح وندخل معاه مغرف تاع الزبده باش يجي طري الزبده، باسكو غادي مراه مع عائله كبيره تبارك الله غادي يتكل. سينون اللي تبغي تدسه ولا ما ديرش تكثرش الدهان باش ما يصوفلهاش. غادي نبدا ان شاء الله نبسه مليح مليح، وغادي نلمه غير بالماء وشويه تاع الماء بالسبان. زيديني الماء بنتي، وسعيدة كاملة. ها هما لا جاوني زوج تاع القرصات تاع كيقول تاع المبسس، دوك غادي نبدا نقطعه. نقطعه كيما هكا بنتي، ماشي مثلثات انت كبيرة، مثلثات يجينا لا هكا. اي صح، بسم الله. دارت لي ماما دارت لي طاجين يحمى، ايوا غادي نطيبو. صاي راه حامي يحمى، تلمس راه حامي. انا نشفتها بالماء. ايه صحة، هي 2 كيلو راهي دايرت ما شاء الله خير ربي. غلطية ما غلطته ما رققته باش ما يجيناش انا كيابس في الطاجين. ها هو الغلط تاعها. ها هاني كملته لي كلاوه كلاوه الدراري ياكلوه بالواقف من الطاجين ياكلوه. هذا اللي بقى وهذا تاني مع الطبسي، هذا حطينا السني حنا الكبار الصغار كلاو ما شاء الله. خرج الشباب حلو تولى هذا، شوفوا الشباب ما شاء الله. اللمة تاع العائلة حاجة تاع خفيفة ظريفة مع الحشية. كملنا نبس سدتني عيني، رقدت مسكينة ماما هي دايرة العشاء ما يقطع بسبس بالزيتون. الله 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 تبارك الله. شوية ساعة السلاطة، تعرفني نموت على السلاطة. والدراري هذا ما يبغوا الاندومي، هذا اندومي. اللي بعيد الله يلمه مع العائلة تاعه ان شاء الله، مع احبابه ان شاء الله. ربي يجمع ما بين القلوب ويواتي ما بين الناس ان شاء الله يا ربي. قاعدة كيما هكا مع لا فامي الدنيا وما فيها بورا. كملنا العشاء، طلعت نرقد وطحت في المخزون الوطني تاع البرتقال. الشيباني تاعي شريتينا، الصندوق الاخر التالت راه منين؟ مسكين شوف بين شي بون مسكين يديروا لي يدسوا. هنا نقولكم ليلة سعيدة، وبغيت نتقاسم معكم كيفاش جيت جيت بلعباس وقاعدة مع الدار هكا. كاينين متوحشين ديارهم، متوحشين عائلتهم، كيشوفوا هكا اللمة تاع العائلة في لي فاكونس وكاع يفرح. خليكم بخير وعلى خير ان شاء الله الى فيديو قادم. السلام عليكم.